عود عود عود، خلينا نلاقي حل على الورطة يلي نحنا فيها. شو رح نعمل هلا؟ صوروني لك انا خاين وداد، جاءنا مصدر عسكري بتصدي دفاعاتنا الجوية لعدة صواريخ معادية على محيط مطار دمشق الدولي، ولكن لم يهتز رمش من رمش السوريين. ورح نشوف بعض المتواجدين. مرحبا، اهلا وسهلا. سمعت شيء؟ سمعنا صواريخ مضروبة من إسرائيل لسوريا، بس لحد الآن نحن صامدين وراح نضل ضد الإرهاب وضد المسلحين. الموسيقى تعلو على صوت أي عدوان، والفرح فرح السوريين يعلو على أي صوت معادن لسوريا. سوريا السلام، سوريا الفرح. أكيد على المشفى يا ابو فهد. واجب العزاء لاستشهاد سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام. نشكر اخواننا المسيحيين وان شاء الله نرد لهم اياهم بالافراح وباوقات ثانيه. نشكر كل اللي ساهم بهذا العمل. شفت شباب عم يبكي. مرحبا يا عيوني، مرحبا يا قلبي، انا نازل اركض لسوريا السلام، وانتو كمان لاقوني بدوار الزراعة باللاذقية ابو 21 ايلول الساعة 8:30 مشان نركض كلياتنا بماراثون سوريا السلام.